بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 1981 فول 2، في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة إضافة يعني دردشة الفيسبوك على أي موقع تزوره. فيحصل مثلا أنك يعني تفتح الفيسبوك تدردش مع أصدقائك وتريد الدخول إلى موقع آخر، يعني على أساس قراءة مواضيع أو الاستفادة من شيء معين، ثم يكتب لك شخص مثلا على الفيسبوك على الشات وتضطر لمغادرة تلك الصفحة التي دخلت عليها أو ذلك الموقع الذي دخلت عليه على أساس الدخول مرة أخرى إلى الفيسبوك للرد على الشخص الذي كتب لك يعني رسالة في الشات. طبعا يمكنك عبر تطبيق سوف نشرحه في هذا الدرس إضافة دردشة الفيسبوك على أي موقع يعني تزوره مباشرة، ويمكن لك الدردشة مع أصدقائك على هذه المواقع. طبعا يعني التطبيق الذي سوف نقوم بإضافته، يعني أولا سوف تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الفيسبوك وتقوم بنفس العملية على حساباتك، يعني إذا كنت تتوفر على حسابات كثيرة على الفيسبوك فتقوم بنفس العملية التي سوف نشرحها في هذا الدرس. طبعا يعني بعد الدخول يعني إلى الفيسبوك ثم تقوم بالدخول إلى هذا الموقع يعني الذي سوف نقوم بإضافة تطبيقه مباشرة إلى متصفحنا على متصفحنا جوجل كروم أو في يعني فايرفوكس أو سفاري، يدعم 3 متصفحات. لهذا بعد الدخول إلى الموقع تضغط هنا مباشرة على أساس إضافة التطبيق إلى متصفحك، تضغط على أن يدير أي إضافة وتصبر لحين ما تظهر لك يعني أيقونة بهذا الشكل. بعد أن تظهر لك يعني أيقونة بهذا الشكل تصبر في الأسفل هنا لحين ما يتم تحميل يعني الصفحة، ثم تضغط على إنتر هنا كما سوف تشاهدون. بعد الضغط على إنتر سوف تنبثق لك نافذة بهذا الشكل على أساس إضافة التطبيق إلى صفحتك على الفيسبوك أو حسابك على الفيسبوك أو السماح يعني بالدخول التطبيق إلى يعني تطبيقاتك على حسابك. تضغط على موافق إن صح التعبير، ثم تضغط على موافق مرة أخرى وتصبر لحين ما يتم إضافة التطبيق مباشرة إلى متصفحك يعني عفوا إلى حسابك على الفيسبوك. فكما سوف تشاهدون أنا الحين أتواجد على هذه الصفحة وأستطيع الدردشة مع أصدقاء آخرون يعني موجودون على قائمة يعني الشات عندي على الفيسبوك، بالرغم أنني قمت ب يعني إغلاقها مباشرة. نفس العملية فلو يعني دخلنا على موقع آخر مثلا إيجلي 5 مثلا، حيث معي نصبر لحين ما يتم تحميل الصفحة، وسوف تشاهد أسفل هنا مباشرة ظهور نافذة الدردشة على الفيسبوك مع أصدقائك المتصلين. ففي حالتنا شخصيا كما سوف تشاهدون غير موجود أي شخص يعني متصل. ونفس العملية عندما تدخل على أي موقع فيمكنك استعمال دردشة الفيسبوك يعني من دون أن تضطر مرة أخرى للدخول إلى الفيسبوك على أساس الإجابة على أي شخص. أتمنى أن الدرس قد أفادكم أحبابي في الله، يعني تطبيق أكثر من رائع سوف يفيدك بالتأكيد. لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا www.5.com والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.